اليوم حضرنا واحد اللقاء اللي هو لقاء مهم جدا، انه تعرفنا على ما يسمى بالاقتصاد الازرق والاهميه ديالته للمنطقه ديالنا، خصوصا الاقتصاد الازرق يهم كل ما يكون على الواجهه الاطلنطيكيه من مشاريع ومن ديناميه اللي كتخلقها الصيد البحري، كتخلقها السياحه، كتخلقها ايضا المشاريع الاخرى اللي عندها اتصال ما بين مع الواجهه البحريه. فلذلك اكادير والمنطقه ديالو منذ زمان وهي كتعطي واحد المثال على صعيد المغرب في هذه النطاق هذا. واليوم حضرنا ايضا للترتيب ديال احسن الشركات اللي كاينين في المغرب بالترتيب حسب الاولويه ديالهم وحسب ايضا القيمه ديالهم اليوم في السوق. فشفنا ايضا الشركات اللي هما كيمثلوا مدينه اكادير اللي هما اللي شفتوهم، ثلاثه ديال الشركات كبيره اللي عندها واحد الوقع كبير على الاقتصاد، ماشي غير المحلي ماشي غير الجهوي ولكن ايضا الوطني والدولي، وهذا مفخره لنا جميعا. احنا متواجدين اليوم في اكادير في اطار تقديم دراسه على الشركات المغربيه اللي تيديروا رقم المعاملات الاكبر في المغرب. ودرنا هذه الدراسه على رقم المعاملات ديال 2023، ومنها خدينا 500 شركه الاولى من ناحيه المنتوج ديالهم، جميع القطاعات مشتركه، وكانت فرصه لنا في اكادير باش نسلطوا الضوء على هذه الشركات، وخصوصا على الشركات الرائده في هذه الجهه سوس ماسا. وصراحه هو دائما افتخار لنا ملي تنحضروا لهذا اللقاء وتنشوفوا الديناميكيه اللي كاينه في هذه المنطقه والحضور الكبير اللي كان والتتبع، وعارفين بان الناس منتظرين هاد الارقام وهاد المؤشرات، هاد لي زانديكاتور ايكونوميك، لانهم تعطيهم واحد 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 الارقام بصفه مقدمه على داكشي اللي غادي يتقال لهم من بعد في اي قطاع. تنظهروا لهم بشحال تطور وشنو هما المؤشرات اللي غادي يكونوا العام المقبل ان شاء الله. والمؤشر مزيان لانه الحمد لله الشركات 500 الكبرى في المغرب طورت الارقام التجاريه ديالها، رقم المعاملات ديالها بصفه جد مفرحه، 3.5% مزيان تو كونفوندو. وان شاء الله ولي سيكتور قطاعات شويه شي مختلف على شي، ولكن عندنا باش ناخذوا واحد الاستراتيجي العام المقبل بالنسبه للكثير منها.